يعني أمسية بطعم وبنكهة خاصة جداً، اللي هي صفات الإبداع من داخل مركز راشد دياب. حنقيف عند تجربة البروفيسور الفاتح حسين، له تحية جميلة من هنا، وهو اليوم حضور أنيق ومشرف، وبنسعد جدا نقيف عند التجربة دي وعند أهم المحطات في حياته. و يعني يمكن أنا ما حقدر أتكلم كثير لأنه عايزة هو يعبر لنا، وكلنا عايزين الذي يعبر لنا كما عودنا دائما بإبداعه والعزف على آلة الجيتار وبصمته اللي هو استطاع أنه يضع من خلال مسيرته في هذا المجال. وبكون أكثر سعادة أنه يعني من يستطيع أن يتحدث أكثر مني القامة دكتور الماحي سليمان، لك تحية المساء الجميلة وأنت حضور أنيق اليوم، ولك المساحة أكيد بالتأكيد لرفيق دربك أنه تتحدث أكثر مني. أنا يمكن حقول مقتطفات فقط في سيرة هذا الرائع. طبعاً يا أخوانا هذا هو إيقاع الدليب، وطبعاً الناس سمعوا صوت الطنبور من آلة الجيتار. شوف بروفيسور فاتح استطاع أن يستخلص من هذه الآلة صوت الطنبور، وأضاف له آلة الساكسفون أدته أبعاد حديثة جديدة. بالمناسبة الموسيقى الآلية عندنا في السودان موجودة، يعني ما كل غناء أنا موسيقانا غنى، وفي ذلك رغم اختلاف الفلاسفة. بالمناسبة هيجل بيرى إنه الموسيقى الغنائية أهم من الموسيقى الآلية، عاكسه شوبنهاور فيلسوف صيني، قال لا، الموسيقى الآلية لا تحتاج إلى أي دعم من النصوص الشعرية عشان تتغنى، يعني إنه الموسيقى عندها القدرة إنها تعبر عن نفسها بنفسها من غير إضافة كلمات. وظل هذا الصراع مستمراً، والفلسفات تختلف فيما بينها، ما بين مؤيد للموسيقى مع الغناء ومؤيد للموسيقى الآلية، ولكن كلهم أصبحوا موجودات، بدليل إنه في الفترة الكلاسيكية، ودي بتعتبر من أعظم الفترات هي في القرن السابع عشر لغاية القرن الثامن عشر، الفترة الكلاسيكية بتعتبر أعظم فترة تم فيها تأليف موسيقى آلية. يمكن الناس سمعوا بهايدن وموتسارت وبيتهوفن وأسماء كثيرة جداً، وسمعوا بالسيمفونيات وبالكونشيرتات وبالتشامبر ميوزيك والبروغرام ميوزيك وموسيقى والديفيرتمنتو، أنواع كثيرة جداً من أساليب الموسيقى الآلية. الآن بروفيسور فاتح بخبرته حول لنا هذه النغمة بإيقاع الطنبور، واستخلص لنا من الآلة صوت الطنبور، صوت الطنبور ذاته أو قصدي الدليب، وهكذا أصبحت معزوفة موسيقية في قمة الروعة، مستفيداً من العناصر التعويضية اللي قاعدين نستخدمها نحن في الموسيقى السودانية، البديلة للهارموني. يعني نحن إذا كانت في الموسيقى الأوروبية في هارمونية،
نحن عندنا حاجة اسمها الارتجال. الارتجال اللي هو ده من أهم العناصر التي تميز الموسيقى السودانية. السودانية يا إخوان، هي دي حاجتنا رائعة وجميلة وعاجبانا وممكن نصدرها لأي دولة في العالم. هذا هو الفن السوداني. يا ريت يا ريت أبناءنا الفنانين الشباب، أنا بقولها، يروا يعني هذه أو هذه الموضوعية اللي اتخذها بروفيسور فاتح وتضحياته الكبيرة في أنه بحث وطلع الأعمال دي وعمل لها معالجات موسيقية وعمل لها هارمون وعمل لها كاونتر بوينت وكونها مع أنتوا لو سمعتوها كمان مع الفرقة الكبيرة طبعاً بتكون حاجة مدهشة للغاية. ولو إنها الآن لا يعني برضها يعني غطت الحاجة. المصريين قبل في السبعينات بالمناسبة عملوا حاجة اسمها الفرانكو أرب، اللي يعني كان عاجبهم الشغل الافرنجي ده وكانت في الظاهره بتاعت ناس الروك اند رول والبلوز
والسول ميوزك الى اخره، انواع الجاز الكثيره المختلفه دي، حاولوا يعملوا شغل زي ده، لكن هم نسوا انه هذا لا يتوافق مع المزاج العربي. يعني المزاج العربي ده عنده حياته كده، يا ليلي يا عيني وبتاع ودقوم وحياه مع حد، لكن احنا هنا بنهز الارض بندقها بالمردوم ببتاع الشرق ببتاع الشماليه قبل بكل ايقاعاتنا، نحن بنهز الارض. وبالتالي الموسيقى الاليه حقتنا يعني فعلا موسيقى قويه ومؤثره، والاخوه الاساتذه انا في رايي يعني كل الاخوان الذين حاولوا طرق هذا الباب وكل الفنانين الكبار والله، لكن انا اتمنى انه ابناء الشباب يتجهوا هذا الاتجاه الرائع الجميل. هذه النماذج الغنائية بتاعت الحقيبة إلى معزوفات، بعض المعزوفات. أنا أتمنى في الفقرة التالية نجي نتكلم عن التقويم في الموسيقى أو الناشوناليزيشن أو ما يعرف بالقومية، قومية في الموسيقى، وكيف إنه بروفيسور الفاتح استطاع أن يؤسس لنا نغمية جديدة ساهمت في ثقافتنا الموسيقى أو الموسيقية وطورت أذننا السمعية، خاصة يا إخوانا نحن في هذا الزمان في أمس الحاجة إلى أن أذننا تتحول مع هذه الميديا القوية، مع هذه الموسيقى التي تملأ كل الكون.